وانا وانت عارفين المعلومه او احنا عندنا المعلومه، بس في نفي بيحصل والمعسكر خربان من جوه. هنا اقول لك انه تم تعكير الصف حقيقي، انما انا بحب جدا لما يبقى عندنا غلط، وده دايما اللي بقوله يا جماعه، لما يبقى عندنا غلط نقول انه في غلط علشان نبقى فاهمين كويس وقت الصح ان احنا في الصح، فنشرك الناس في حاجه غلط حصلت من اللعيبه، وبالتالي تم استبعاد الثلاثي امام عاشور، حسين الشحات وطارق حامد، فما عكرش الصف على الاطلاق، بل بالعكس هو يزيد الانضباط انضباطا. وعشان الناس تعرف، ايا ما يكون حجمك واسمك ونجوميتك في المنتخب، انت فرد مهم وما ينفعش تخرج بره النظام، فدي نقطة مهمة. أنا معايا على التليفون دكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والزميل الإعلامي أيضا المتميز. يا دكتور إيهاب أهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل ومبروك، ألف مبروك. مساء الفل، مساء الجمال، ومتألق دايما زميل وصديق عزيز، والإعلامي المتألق دايما زميل إبراهيم فايق، ووشك كان حلو بكل تأكيد. أول أنا يعني سعدت جدا بلقائك بالأمس، رب يبارك في عمرك، وبالفعل يعني زي ما انت قلت دلوقتي في المقدمه، انت توقعت قبل المباراه وانا قاعد معاك، قلت لي ان انت محل فريق جيبوتي كويس جدا، وقلت ان بالفعل المباراه 5 أو 6 أهداف، وقلت كمان ان ممكن الشوط الاول ينتهي 3 وانتهى 2. هي حصل حته قلت مني دي صح. لكن لا، وشك طبعا بكل تاكيد، ربنا يبارك فيك يا دكتور إيهاب. والاهتمام الاعلامي سواء وجودك او زميلها هتعود، ده يعني ده معناه ان احنا كلنا ورا منتخبنا القومي، كلنا في خندق واحد، وان شاء الله ده هيكون سبب نجاح. سعدت جدا كمان لما انت قلت ان احنا خدنا المباراه بمحمل الجد، وبالفعل زي ما صلاح قال في لقائه مع زميلنا محمد طه بالامس، ان انا قلت لزمايلي من اللاعبين ان دايما ثبات، يعني مع احترام الكامل لجيبوتي الصغيره، ممكن تكون سبب في اقصائك من التصفيات. شفنا بالامس نيجيريا تتعادل مع لسوتو بهدف مقابل هدف، برافو عليك. الجزائر على الصومال 3-1 بعد ما كان التعادل 1-1 في ظل تواجد جماهيري كبير جدا، فده معناه ان احنا واخدين الموضوع جد جدا، وان شاء الله باذن الله خطوه لقدام في تاهلنا لكاس العالم وتحقيق الحلم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسالك بقى كواليس ما حدث من استبعاد لثلاثي منتخب مصر، وشايفينه ازاي من وجهه نظركم كاتحاد كوره؟ طيب يعني برضو في البداية هأكد على ان الثلاثة اللي تم استبعادهم من مباراة سيراليون القادمة، سواء كان طارق حامد او امام عاشور او حسين الشحات، ثلاثة من النجوم الكبار اللي قدموا لمنتخب مصر كتير جدا خلال الفترات الماضية، وثلاثة من الاعمدة الرئيسية لمنتخب مصر. وزي ما انت قلت دلوقتي من شوية، ان مش معناه ان انا نجم من نجوم المنتخب اعمل اي شيء، لا، في حاله من الانضباط لازم تكون موجوده داخل المعسكر. صحيح. وبالفعل يعني الكواليس بالظبط اللي حصل، احنا الكابتن حازم امام بعت لمجلس الاداره، قال يا جماعه الثلاثي في تمرين ما بعد المباراه للاعبين اللي هم ما شاركوش، وكان موجود تريزيجيه اللي شارك في اخر 10 دقائق، وكان موجود ايضا مصطفى فتحي اللي شارك في اخر 10 دقائق، قال ان هم بعد 10 دقائق او ربع ساعه من التدريب يعني ادعوا على حد قولهم طبعا الاصابه، وبالتالي قال لك ان احنا مش هنقدر نكمل. الخواجه شاف ان ده في يعني روح سلبيه عند اللعيبه، وان ده طبعا مش ممكن يكون في التوقيت اللي احنا موجودين فيه، لازم في حاله من الجديه، حاله من الالتزام عند الجميع، وشاف ان هم بيتمرضوا، وبالتالي استدعى كابتن الفريق محمد صلاح وابلغه بقراره ان الثلاثه هيكونوا مستبعدين من مباراه سيراليون. طبعا احنا كمجلس اداره زي ما قلنا قبل كده لا نتدخل في قرارات الجهاز الفني، سواء كان في ضم لاعبين او استبعاد لاعبين. هو واضح هنا ان مفيش تدخل، لكن ما حصلش نوع من انواع تقريب وجهات النظر، ولا ما كانش فيها وجهات نظر؟ هو راجل سيد قراره في المنطقه دي، هو سيد قراره بالفعل، احنا لازم نكون مستندين له في كل قراراته. طالما شايف ان الثلاثه بيدعوا الاصابه وان ده مش وقته، خلاص يبقى احنا لازم عشان طرد حاله من السيطره والانضباط داخل معسكرات المنتخبات القوميه، على طول كنا مع مستر فيتوريا في قرار، وبالتالي القرار كان باستبعادهم من المباراه القادمه، وان شاء الله باذن الله تعدى على خير فيما هو قادم. طيب هل ده يترتب عليه، ولا برضه انا هسالك وقول لي اذا كان عندك المعلومه كامله في الجزئيه دي ولا لا، لانه وارد يكون الوقت بالنسبه لكم كان ضيق. هل ده يترتب عليه دكتور ايهاب انه اللعيبه لا يتم استدعائها مجددا في المعسكرات المقبله، ولا في اتفاق معين بشكل معين ان اللعيبه مثلا تعتذر، يحصل تخريجه، سيناريو معين وبناء عليه يرجعوا تاني او يتم استدعائهم تاني؟ لا، هو ما فيش اي معلومه مؤكده، لكن انا من وجهه نظري وباكد لك ان ده امر خاص بالمباراه
القادمه اللي هي مباراه سيراليون، ممكن بعد كده مستر فيتوريا يشوف ان اللاعبين التزموا وبالتالي يقوموا مره ثانيه للمعسكر، ممكن في جلسه بينه وبين اللعيبه مره ثانيه، ممكن كابتن محمد صلاح يقعد الطرفين مع بعض وكابتن المنتخب. فانا شايف ان احنا بنتكلم عن مباراه فقط اللي هي المباراه القادمه، فيما بعد ذلك الحق الاصيل ايضا لمستر فيتوريا اما باستدعائهم مره ثانيه او استبعادهم من وجهه نظر، فده الامر خاص ببعض. طيب على جانب اخر، كان يتردد من امبارح لحد النهارده ان الاهلي كان طلب يعرف ايه اللي حصل. خليني اقول لك انه من دقائق النادي الاهلي نزل بيان رسمي او خبر رسمي على لسان كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي، قال ان الاهلي لا يتدخل باي شكل من الاشكال في اختيارات الجهاز الفني في استبعاد الجهاز الفني لمنتخب مصر في استبعاد لاعب او ضم لاعب. قال لك زي ما احنا كنادي من حقنا ان احنا نضم ونستبعد لعيبه، برضو من حق المنتخب ان هو يشوف اللي هو عايزه. ده المحتوى او المتن اللي قدامي دلوقتي من الخبر اللي نزله الموقع الرسمي للنادي الاهلي. كيف ترى من وجهه نظرك هذا التصريح؟ طبعا تصريح محترم للغايه من كابتن خالد بيبو مدير الكره في النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما. وانا شايف كمان ان هيبقى في اتصالات مباشره ما بين الجهاز الفني زي ما هو بيتم فيما سبق بينه وما بين الاجهزه الفنيه لكافه الفرق المشاركه في الدوري اللي بيتم من خلال اختيار منتخبنا القومي. لكن انا بشكر كابتن خالد بيبو وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي على تفاهمها، وان ده حق اصيل للجهاز الفني في اختيار عناصر او استبعاد عناصر، وده طبعا بينم على العلاقه الكبيره جدا اللي بتجمع ما بين اتحاد الكوره وما بين النادي الاهلي وكل ما